أخبار اليوم. الفنان المطرب سيد النور من الكويت، وجيت هنا مخصوص لذكرى الست 41، وأنا مديم دائما يعني كل ما أكون في القاهرة بزور السيدة أم كلثوم الله يرحمها. وأم كلثوم عشق لا ينتهي، وثقافة لا تنتهي، وعروبة لا تنتهي، وفكر لا يخبو، لأنها نور من أنوار العروبة والثقافة العربية، وهي يعني عمود وعماد أساسي للفكر العربي والثقافة العربية. والطرب والغناء الحقيقي في العالم. أحب أقول مع أن أنا ما شفتهاش، بس بقول لها وحشتيني، وبقول لها بحبك جدا، وياريتني يعني كنت موجود وشفتك ومليت عناية منك، بس يعني إن شاء الله أنت دلوقتي في أحلى مكان في الدنيا أو في الآخرة عند ربنا سبحانه وتعالى. أقول لها يعني للست بالذات، أقول لها ده الهوى العطشان في قلبي بيندهك، يا أرق من النسمة وأجمل من ملك. Hallelujah.